للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من رام الله الأستاذ أمجد أبو العز الباحث السياسي في الجامعة الأمريكية. أهلا بك ومرحبا معنا أستاذ أمجد. كنا نعرض ردود الفعل الدولية إزاء قرار محكمة العدل الدولية بشأن هذه الإجراءات، كيف قرأت هذه الردود وعلى رأسها الولايات المتحدة؟ يعني شوف، أنا موقف الولايات المتحدة ليس يعني شيء جديد، ويعني يعني هذا هو موقفها سواء في الأمم المتحدة سواء في مجلس الأمن. وكان أنا كنت متوقع صراحة هذه الصفقة يعني في المحكمة. هناك أمور إيجابية جدا في يعني المحكمة وقراراتها، وتحسب للقضية الفلسطينية وتحسب لجنوب أفريقيا، ولكن بنفس الوقت هناك أمور يعني مثيرة للاستغراب بصراحة والعجب. يعني من أنا بعتقد من أكثر الأمور إيجابية أنه لأول مرة يعني إسرائيل تخضع إلى طاولة العقاب والقانون الدولي، وهناك محاسبة. صحيح أنه ليست من المستوى المطلوب، ولكن بوجودها على هذه في المحكمة وقبولها هذا أنا بعتقد تطور إيجابي وكبير. الأمر الآخر الإعلامي، إحنا حصلنا كفلسطينيين على منصة إعلامية دولية يعني، وبدأت الأمور تتدحرج كثير من الدول. هناك صوت جديد يتحدى الإدارة الأمريكية من الجنوب، من جنوب أفريقيا، من أصوات جديدة. حاجز الخوف انكسر، فبالتالي سلوفينيا دخلت على الخط، السويد دخلت على الخط، إيرلندا، بلجيكا، سلوفينيا، كما قلت يعني هناك شيء جديد، وهذا يعتبر هذا حراك إيجابي بكل معنى الكلمة. هلأ الأمر السلبي، أنا يعني شوف الموقف لما كان بالنسبة لبوتين وبالنسبة لروسيا، كان يعني كانت قرارات المحكمة مباشرة موقف إطلاق النار، ولكن أنا تحجج بدخول المساعدات والطلب بدخول المساعدات والأمور الإنسانية وبعد ذلك إطلاق موقف إطلاق النار. أعتقد هذا يعني ضحك على الحياة، زي ما نحن بنحكي في فلسطين، هذا ضحك على الحياة، يعني ضحك على الدخول. إذا كانت صحيح الكلام، أنا لماذا أنا أتحجج بقضية إدخال المساعدات؟ هو مين الأول يعني؟ دخول المساعدات وبعدين وقف إطلاق النار؟ يعني أنا بدي أدخل المساعدات يعني بالمنطق، ودخل الناس تأكل وتشرب عشان بعد يومين أجي أقتلهم؟ أستاذ أمجد، بما أنك ذكرت مثال روسيا وأوكرانيا وما قامت به المحكمة في هذه القضية، يقال بأن في قضية أوكرانيا وروسيا كانت تنظر المحكمة للقضية باعتبارها نزاعا بين جيشين نظاميين، وهو ما يختلف الأمر في هذه القضية من وجهة نظر من يحلل هذا الموقف. يعني أنا لست خبيرا بالقانون الدولي، ولكن شوف مثل المجتمع الدولي مجتمع منافس، حينما تتضارب المصالح ومع مصالح وحقوق الإنسان، المجتمع الغربي وأمريكا وإسرائيل تضحي بحقوق الإنسان، وخاصة ليست حقوقهم، ما دامت غير حقوقهم حقوق الآخرين يتم تقايمها. يعني صحيح أنه ليس جيش مقابل جيش، لكن الإنسان أينما ذهب هو إنسان بغض النظر. لكن السرعة في التجاوب مع القضية الأوكرانية، المباشرة في اتخاذ وتسمية الأمور بمسمياتها، هذا المثير للاستغراب. قضية بالنسبة لقضية غزة، يعني بكل معنى الكلمة أنك أنت تقول من أجل وقف، من أجل إدخال المساعدات يعني أولا، وبعد ذلك وقف إطلاق النار. من الأول أن يكون، من يجب أن يبدأ؟ يجب إطلاق النار وبعد ذلك حاصل تحصيل يدخل المساعدات. لكن أنا باعتقادي هذا نفاق. كل الاحترام وخاصة إشي إيجابي أنه الطلب من إسرائيل تقديم يعني تقرير بعد شهر من الآن، هذا أنا بعتبره شيء إيجابي، ولكن هناك أنا شيء يعني مفقود. أنا باعتقادي هناك صفقة داخلية تمت من أجل الخروج بهذا السيناريو، من أجل السماح بخروج، وخاصة في ظل كما قالت يعني وزير خارجية جنوب أفريقيا، إسرائيل لديها الكثير من الحلفاء الأقوياء اللي بيدافعوا عنها وعن مصالحها، وبالتالي يعني خير يعني هذا أضعف الإيمان. يعني شيء أنا كفلسطيني بكره أضعف الإيمان، أحسن من لا شيء، وخاصة أنه إسرائيل لم تستجب. ولكن شوفوا بتاني يوم الحرب، أنا اعتقادكم تاني يوم للحرب، يعني تاني يوم القرار، 175 شخص اللي استشهدوا،
ونتنياهو قال لن يوقفنا شيء، لا مجتمع دولي ولا قانون دولي ولا محور الشر ولا محور مقاومة ولا أي شيء. وبالتالي وكأنه سيقول يريد القول أننا نحن فوق القانون. أستاذ أمجد، وزير خارجية جنوب أفريقيا بيتحدث عن ضرورة وقف إطلاق النار لنجاح هذا القرار، بأي مدى تتفق مع هذا الطرح؟ لأنه البعض يقول بأنه بطبيعة الحال لابد من وقف إطلاق النار ولو مؤقتا لتنفيذ هذه القرارات، وكيف ستكون إسرائيل مسؤولة أمام المحكمة بعد شهر لتقديم تقرير يؤكد تحقيق هذه الإجراءات من قبلها؟ شوف، أنا هذا الكلام أنا أشرت له، أنه يعني لا تستطيع إدخال المساعدات بدون وقف إطلاق النار. المحكمة بدأت في إدخال المساعدات وأجلت وكأنها تثق بالنوايا الحسنة للتوكيد أنها من أجل وقف إطلاق، من أجل إدخال المساعدات ستوقف إطلاق النار. أنا كما قلت في البداية، هذا اسمه لف ودوران. المفروض أن يأتي بشكل مباشر وقف إطلاق النار، وبعد ذلك دخول المساعدات، وبعد ذلك حاصل تحصيل أن تدخل المساعدات والخروج الجرحى وغير وذلك مما من النتائج، معالجة نتائج هذه الحرب. وبدون ذلك أنا بعتقد كله يعني جعجعة بدون طحين وكلام بالهواء وضحك على الذقون، ولأنه كما قلت هناك ازدواجية بالمعايير. مع كل الاحترام مما اقتدر وأعتبره إيجابي، ولكن أنا غير كافي بدون وقف إطلاق النار بشكل مباشر. أعتقد يعني ممكن إذا توجهت الجامعة العربية إلى الأمم المتحدة وتصدر قرارات في هذا المجال، أأمل أنه في اجتماع بناء على طلب من الجزائر خلال الأربعاء المقبل لبحث هذه القضية. إذا صار هناك يعني رفع الفيتو الأمريكي والبريطاني في مجال إدخال المساعدات، ممكن أن يصبح ملزما إذا يعني تبنى هذا القرار بدون فيتو أمريكي، وبالتالي ممكن أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار. طيب أستاذ أمجد، برأيك هل القرار في حقيقة الأمر يحتاج إلى ضغط دولي؟ طبعا بدون، لأنه لا، المحكمة تصدر قرارات ولكن ليس لديها القوة التنفيذية. وبالتالي أنا باعتقادي هي ظاهرة كلامية، ظاهرة إعلامية، وإذا لم تنفذ على الأرض بالاعتماد في مجلس الأمن الدولي. لكن أنا باعتقادي هناك صفقة إقليمية أو ما يسمى بصفقة غزة الكبيرة الذي تطبخ الآن. الآن جزء وقف إطلاق النار، أمريكا غير معنية بوقف إطلاق النار لأن لديها مشروع أكبر من ذلك، مشروع تطبيعي، مشروع صفقة وقف إطلاق النار مع اعتراف بدولة فلسطينية بالمقابل تطبيع إسرائيل، تطبيع عربي مع إسرائيل بشكل كامل يشمل السعودية ويشمل الجميع. وبالتالي هناك صفقة كبيرة الآن، والدليل على ذلك يعني وجود رؤساء المخابرات دول المنطقة مع مدير الـ CIA في باريس. يعني هل تعتقدين هذا الاجتماع سيكون فقط لمناقشة دخول مساعدات وسمي وطحين؟ أكيد طبعا في إشي أكبر من ذلك. أستاذ أمجد، أقرأ من حديثك بأن ليس هناك تفاؤل واضح من حضراتكم بشأن التزام إسرائيل بهذه القرارات أو هذه الإجراءات، ولكن لماذا وافقت إسرائيل منذ بداية الأمر بالمثول أمام هذه المحكمة ليتم الآن التشكيك ولو بشكل بسيط في نيتها الالتزام بهذه القرارات؟ هل يمكن أن تقوم بالالتزام بها ولكن بالالتفاف حول هذه القرارات؟ شوفي، يعني إسرائيل كانت تعلم من البداية أن القرار سيدينها، وبالتالي هي دخلت في هذه المحكمة من أجل تلطيف، هي والولايات المتحدة تلطيف القرارات والخروج ب يعني بأقل الخسائر، لأنه هناك الأدلة واضحة. لكن إسرائيل أيضا تنظر إلى المنطقة الشرق الأوسط، الصراع الآن هو صراع وجودي، وبالتالي يعني أحكي لك نتنياهو وحكومته معنيين باستمرار حرب غزة، معنيين بانفجار الضفة الغربية، ومعنيين بفتح جبهة مع لبنان. وبالتالي يعني فتح الجبهة اللبنانية هي مسألة وقت فقط، كل يوم الأمور تتصاعد. الآن فرصة لإسرائيل للخلاص من كل أعدائها الموجودين بضربة واحدة، بوجود استيطاف دولي، استيطاف دولي، وجود دعم أمريكي بريطاني. وبالتالي قضية المحكمة الآن لا تشكل أي نوع بالنسبة لنتنياهو، لأنه هو يعتبر ما يحصل الآن هو خطر وجودي على إسرائيل، سواء من قوة الرضوان أو من حماس. وبالتالي ما يرغب فيه هو استمرار الحرب، ليس فقط للبقاء في السلطة
ولكن من أجل ضمان أيضا المجيء بنصر يقدمه على الطاولة لانتخابات المستقبلية اللي حتصير يعني خلال الفترة المقبلة. فيحاول هو إرضاء سموتريتش وإرضاء بن غفير لأنهم هم الحاضنة الشعبية التي ستصوت له الانتخابات. هذا الرجل يعني قطة بسبع أرواح. يعني كل مرة نفكر أنه خلص وصل لمرحلة نهايته السياسية يأتي من جديد بتحالفة جديدة ويرجع إلى السلطة. طيب أستاذ أمجد، تعليق نتنياهو على هذا القرار، تحدث فيه بأن إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها ضد حماس، وأصر على وصف هذه المنظمة بأنها إرهابية وتمارس إبادة جماعية، وفي نفس الوقت قال بأنهم سيستمرون في تسهيل المساعدات الإنسانية وبذل قصارى جهدهم لتجنيب المدنيين لويلات هذه الحرب أو هذا الصراع. كيف قرأت هذه التصريحات، وما هي المؤشرات التي يمكن أن نستخرجها بشأن مستقبل هذا القرار أو مستقبل التصرف الإسرائيلي بشأن أي قرارات تخرج من المحكمة؟ شوف، إسرائيل الآن هي تحاول أول شيء استيعاب وتخفيف الضغوطات التي تمارس عليها خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي في قضية التجويع وتجويع قطاع غزة والتهجير القسري والطوعي وكل هذه السياسات، وبالتالي يعني تحاول بقدر الإمكان الآن الانتقال إلى مراحل جيدة جديدة تسمى مرحلة اللي هي العمليات العملاتية، يعني اغتيال شخصيات، هدم أنفاق، وتقليص العمليات القصف المستمر من أجل يعني حفظ ماء وجهها وخاصة الضغوطات الأمريكية. الآن إسرائيل تطمح إلى شيء واحد، هي تريد تحويل منطقة قطاع غزة إلى منطقة باء شبيهة بالضفة الغربية، تريد أن تكون اليد اليمنى العسكرية والأمنية في يدها، هي صاحبة اليد العليا، تستطيع اعتقال من تريد في قطاع غزة، بالإضافة لذلك الدفع بتحالف عربي دولي لإدارة قطاع غزة، ولكن الأمن بيد إسرائيل. وكيف تريد تحقيق ذلك؟ من خلال إنشاء منطقة عازلة على امتداد قطاع غزة بطول حوالي 67 كيلومتر مربع بعرض كيلو نص، يعني نتحدث عن 20% من قطاع غزة سيتحول إلى إسرائيل. طبعا هذا لا يوجد إقرار دولي في ذلك الموضوع، ولكن نتحدث عن إعادة احتلال غزة من خلال هاي الكيلو نص وإنشاء مراكز شرطة وتحقيق وجيش وقيادات واعتقالات، ومن أجل يعني نتحدث عن حرب طويلة هذا ستدخل فيها إسرائيل بحرب استنزاف مع قطاع غزة، مع المقاومة بمقاومة في غزة، و يعني باعتقادي ستخسر على المدى البعيد، لأن حماس والمقاومة ليس لديهم ما يخسرونه. يعني 70% من غزة تدمرت، القوة حماس السياسية انتهت على الأرض، وبالتالي الآن لم يبقى إلا العسكرية، وسترجع الآن مقاومة للمربع الأول، وكأنها إسرائيل كانت لم تنسحب بشكل أحادي من قطاع غزة، وستبدأ حرب الأنفاق وحرب القصف وحرب الاغتيالات و حرب يعني هذه. نعم أستاذ أمجد، أنا قطاع غزة خلال الفترة القادمة. من رام الله الأستاذ أمجد أبو العز الباحث السياسي في الجامعة الأمريكية، شكرا جزيلا لك.